السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم جميعا باسمي وباسم طاقم مأدوبة بأكمل، وكنرحب بكم في هذه الحلقه اللي كتدوم 26 دقيقه، ومن خلالها كنتعرفوا على جميع هذه الوصفات مشاهدينا الكرام. كنذكركم ايضا بان حلقه اليوم من اولها لاخرها هي حلقه مغربيه 100%، فمن خلالها غنتعرفوا على وصفات متنوعه كنتمناها انها تجيكم في الشهوه. فابقوا معنا مشاهدينا الكرام، مباشره بعد هذا الفاصل غادي نتعرفوا على طريقه تحضير وصفات اليوم. مرحبا بكم من جديد مشاهدنا الكرام، والان رجعنا باش نستقبلوا جميع الشفواري ونعرفوا جميع اشنو محضر لنا مأدوبه في هذه الحلقه. شفواري مرحبا بك. مرحبا اختي دليله، مرحبا بمشاهدينا الكرام. عندنا اليوم الكواري ديال الكفته معمرين بطاطا بطبيعه الحال بواحد الطريقه مميزه. غنحتاجوا الكفته ديال البقري، عندنا صلصه ديال الطماطم اللي مجهزه مسبقا، صوص طوماط مصوبه، عندنا زيت الزيتون، عندنا واحد شويه ديال الماء او ديال البويون، ضامه البنة اللي طلقناها في شويه ديال البويون، عندنا شويه ديال الجبن المربعات ديال الجبن، عندنا البطاطا مسلوقه اللي هي صغيره او البوم نوفيل اللي سلقناها، شويه ديال القشده الطريه، جوج ديال الاصفر البيض، القزبر والمعدنوس مدقوقين، واحد ثلاث المعالق ديال النشا، وعندنا العطريه بطبيعه الحال، عندنا الكوزه مطحونه، عندنا السبيسه والويويره، عندنا واحد المعلقه ديال المطيشه، وعندنا التحميره والسكنجبير والملحه بطبيعه الحال. اول حاجه غنصوبوا بعد الكفته، عندنا الكفته اللي هي قلنا اذا كنتبلوا الكفته وكنسموها تماما، عندنا الكفته اللي غنصوبوها هي الاولى بطبيعه الحال، قلنا راها مميزه لان تنفضل قبل نصوبوا الجبن لانه فيه شويه ديال الخدمه. عندنا المربعات ديال الجبن ناخذوا على القياس ديال الكفته، واحد خمسه المربعات تقريبا، تماما، وتندعكوهم شويه، تنحاولوا ندعكوهم بشويه، وتنزيدوا عليهم جوج ديال الاصفر ديال البيض، تماما، وعندنا اسمحي لي، وعندنا شويه ديال القشده الطريه، ها هي هادو اللي تيطلبوا شويه ديال الخدمه، نحاولوا نصبقوهم هما الاولين، وبطبيعه الحال تنخلطوهم مزيان، تندعكوهم بحال ان بيوري هكذا، وعاد تنضيفوا الكفته اللي غنخدموها معاهم بطبيعه الحال. عندنا الكفته هي اللي غادي حنا علاش درنا هذه الكفته كتجي منسمه بطريقه مغربيه، انما بواحد لمسه عصريه كنديروا داك الفروماج والقشده الطريه، لانه غيعطيهم واحد الذوق، غيطلقوها ويعطيو واحد الذوق مميز بطبيعه الحال. غنضيفوا دابا ثلاثه المعالق ديال النشا باش كنجمعوا هذا الخليط، باش تماما غاتجي شنا النشا راه تيشرب، تنعرفوا تيشرب هذاك الشيء كاع السوائل، لابسوربسيون ديال النشا توفر. عندنا قليل من القزبر والمعدنوس، نديروها شويه ونخليو شويه نزيدوه في الصلصه، شويه ديال القزبر والمعدنوس، وعندنا بطبيعه الحال العطريه اللي هي شويه ديال الملحه، واحد شويه ماشي بزاف، عندنا سكينجبير بسيبيسه ومبيره، تماما تماما، عندنا التحميره تتبغي مزيان الكفته، التحميره نويويره بونيف، نعم سيبيسا جوزة الطيب، تماما لوماسي، وعندنا نود ميسكاد او جوزة الطيب اللي هي محكوكة مسبقا بطبيعة الحال. بالنسبة للبطاطا فاحنا سبق لينا وسلقناها وقشرناها، تماما، عندنا شوية ديال السلطة ديال الكونسونطري دو طوماط، هذا الخليط بطبيعة الحال غنخلطوه مزيان، نحاولوا يتدعك مزيان باش يتخلط، ومن بعد غنبداو نصيبوا الصلصه. اذا غادي نتوقفوا للحظات مشاهدينا الكرام ونرجعوا مع التتم. بعد ما خلطناها بطبيعه الحال الكفته ديالنا هي موجوده دابا، تنشوف انه عاقده مزيان لانه ذاك النشا شرب هذاك السوائل. دابا اول حاجه غنصوبوا نوجدوا لاصوص ديالها. اذا حنا ربحان للوقت، فالصلصه هي وجدها من قبل، تماما، تنعرفوا دائما بانه الصلصه ديال المطيشه راه البصله، الثومه، تنشوفوا ورقه سيدنا موسى، الزيت، والعطريه، الملحه، البزار، اي حاجه بغيناها. دونك حنا ربحان للوقت، حنا حضرناها باش لانه تتبغي شويه ديال الخدمه. السيد راه تعرفوا كاع يصوبوا صلصه الطماطم، حنا درنا واحد الصلصه اللي تتكون شويه عاقده، كاين الناس اللي تيبغيو يديروها غير صلصه ديال المطيشه وتيطحنوها بالطاحونه،
اذا من بعد زيت الزيتون درنا صلصه الطماطم. تمام وعندنا الورقه ديال سيدنا موسى هي تيشوفوا في السيدات، بطبيعه الحال تنزيدوا النار باش تسخن لينا. لا الصلصه اللي غيطيبوا فيها هاد الكويرات. تمام غنطيبوا فيها الكواري ديال الكفته. هنا دابا الكواري ديال الكفته تتصوب لي بولات بلاصوص طوماط، ولكن هنا درناهم شويه يكونوا ريش غنيين بالفروماج، غنيين بالقشده، بالبيض، هذا حتى بالبطاطا. حتى الصلصه درنا صلصه بحال نديروا واحد الكونكاسي دو طوماط او مطيشه اللي هي شويه عاقده. اذا كنضيفوا شويه ديال داك الطماط البنا مذابه. الطماط البنا مذابه باش تعطينا شويه تكون شويه المرق. دابا عندنا بطبيعه الحال البطاطا اللي عندنا حنا تنقولوا تناخذوا هاد لي بوم نوفيل او البطاطا الرقيقه اللي تتكون موجوده في الاسواق، تنسلقوها تنقشروها تنحيدوا لها داك البيليكيل تيكون عندها واحد القشره رقيقه لانه شحال ما كانت صغيره. تناخذوا الكفته بحال غنديروا كواري ديال الكفته، نديروا القياس اللي كاينين، تنديروا واحد 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 بحال الوسط ديالهم بحال غنديروا هنا، تنديروا وكنديروا في قلب منها البطاطا مسلوقه وتنعاودوا نشكلوها نديروا كويرات كما تيشوفوا السيدات، يكونوا كبار شويه بحال هكذا. بطبيعه الحال تنشوفوا الصلصه ديالنا اذا كانت عاقده بزاف تنحاولوا نضيفوا لها شويه ديال السائل. تمام وهذا باش تخص دائما يكون تمام بارك يكفي. هكا تتبنين صوص على صوص طوماط هي جائعه. بطبيعه الحال خصها تكون سخونه. هي اللي كيداك السائل هو اللي كيطيبها. تماما تنحاولوا تكون تطبخ شويه لانه تكون سخونه، شحال ما كانت سخونه ما تتشتش الكفته. نعم. اذا كانت المرقه بارده الكفته تتمشي. حاولوا نديروا على هذا الشكل وتنحطوهم بطبيعه الحال هكذا. اذا شنو هي المراحل اللي بقات السيدة؟ المراحل من بعد احنا قلنا غنقلبوا على لاسيزونمون، غندير فوق القزبر والمعدنوس، غنشوفوا لاسيزونمون نشوفوا العطريه واش هي هذيك الملحه البزار واش خصها، واحد شويه ديال زيت الزيتون بطبيعه الحال. نعم وكنقدموها بالصحه والراحه. اذا غادي نخليك تستمر في هذه العمليه سي هواري. مشاهدينا الكرام غادي نتوقفوا حالا مع المقادير ونرجعوا مع الوصفه الثانيه فتابعوها معنا. باش نحضروا كويرات الكفته محشوه بالبطاطا الصغيره غنحتاجوا 700 غرام من كفته البقري، لتتبيل الكفته غنحتاجوا 3 معالق كبار من القشده الطريه، 2 معالق كبار من النشا، حبات من مربعات الجبن، معلقه كبيره من صلصه الطماطم المركزه، معدنوس، قزبور، 2 بيضات اصفر فقط، ملحه، بسيبيسه، نويره، جوزه الطيب، فلا حمراء، طماط البنه مذابه، بطاطا صغيره مسلوقه ومنقيه، صلصه الطماطم جاهزه التحضير، وزيت الزيتون. وصفتنا الثالثة مشاهدينا الكرام غادي تكون عبارة عن رز منسم ومبخر. غادي نتعرفوا حالا على مقادير هذه الوصفة وعلى طريقة تطبيقها أيضا. تمام أنا عندنا واحد الرز اللي غنبخر وبطبيعة الحال منسم مزيان بالكرابس، غنحتاجوا الرز يكون نوع ممتاز، عندنا البصلة مشلضة ومشحرة مسبقا، عندنا الكرابس مدقوق ها هو. اذا كنستعملوا الكرافس على نوعين مدقوقين واعرش. الاعرش ديال الكرافس، عندنا مركز ديال الطماطم الجمعه، القزبر والمعدنوس مدقوقين، شويه ديال الثوم، موجود ضامات ديال البنه، عندنا العطريه سكنجبير ملون اصفر والابزار وبطبيعه الحال الملحه. تمام انا اول حاجه غناخذوا الروز وغنسموه، من بعد عاد غنبخروه، تيكون دائما عندنا الكسكاس تيسخن مع الماء ونديرو. تناخذوا الروز قلنا ناخذوا نوع ممتاز، خلينا الروز كلاسي او نوري كلاسي تيجي مميز في هذا الطبق. بطبيعه الحال تناخذوا القياس اللي بغينا هنا على حسب الاعداد ديال الافراد، وهذا تناخذوا واحد قليل من الملحه، شويه ديال الملحه بطبيعه الحال. تنعرفوا الروز تيبغي بزاف التنسيمات، خصو يتنسم مزيان لانه هذا هو. على اي نبغي نعطي واحد المعلومه سريعه للمشاهدين الكرام، فهنا غادي نستعملوا كمنسمات الكرافس والقزبر والمعدنوس. جميع هذه المواد هذه هي واحد من الخضر الورقيه الخضراء او للنباتات الخضراء. هذه النباتات الخضراء كلها كتكون غنيه بالكلوروفيل او لليخضر مشاهدينا الكرام، وجميع المواد الغنيه بالكلوروفيل او لليخضر كتكون غنيه بالفيتامين سي. وهنا هاد التنسيمات كتعطينا، كل تنسيمه مثلا القزبر كيعطي التنسيمه ديالو والكرافس كيعطيو التنسيمه ديالهم، انما داك التمازج ديالهم كيعطي واحد الاداره رائعه لهذا الرز. هذا درنا البصله ربح علي الوقت، حنا حضرناها مسبقا شحرناها بطبيعه الحال في الزيت وربح علي الوقت، ها هي موجوده لانه على باش من هذا غير باش نربحوا الوقت، راه هي تتعطي واحد التنسيمه سيما اللي كانت محمره مزيان. عندنا بطبيعه الحال قلنا الكرافس مدقوق، والكرافس راه عنده واحد الذوق
شويه مجهد، هذاك الشيء علاش هو تيجي مميز في هذا الطبق. هو الذوق ديالو اللي كيغلب على هاد المنسمات الاخرى. عندنا قصبر المعدنوس عفوا مطقوق، عندنا قصبر مطقوق. هو المعدنوس كيف ما كيعرفوا المشاهدين الكرام كيعطي اللون اكثر من الذوق. تماما، والقصبر عنده الذوق ديالو السيدات راه تيعرفوا الذوق ديالو. عندنا واحد شويه ديال الثومه تقريبا واحد 6 الفصوص ديال الثوم لانه تيجي مميز. وبطبيعه الحال عندنا الملحه درناها عفوا، عندنا الابزار نديروا الابزار سكينجبير والملون، درنا الابزار ابيض باش يعرفوا السيدات. هنا الا سمحتي لا سيواري غادي نغتنم الفرصه مره اخرى باش نتكلم المشاهدين الكرام على الثومه والمزايا ديالها اللي هي كتلعب الدور ديال مضاد حيوي او الانتيبيوتيك وحتى المضاد لجميع الميكروبات اللي كتكون في الجسم، كما انها كتعادل لنا نسبه الضغط الدموي في الجسم ديالنا. تمام، درنا القصبر المعدنوس الثومه، من بعد ضفنا العطريه، قلنا درنا الملحه، درنا الابزار ابيض، ودرنا سكنجبير، درنا ملون اصفر. دابا غنضيفوا الضامه ديال البنه بطبيعه الحال، جوج ضامات ديال البنه، لانه حنا تنعرفوا الروز دائما تنقولوا شويه ما عندوش واحد الذوق اللي شويه نوتر، شحال ما درنا فيه التنسيمه شحال مزيان. دابا غنضيفوا واحد جوج ديال المعالق ديال مركز الطماطم. على اي هنا بالنسبه للكسكاس هو واجد الانيه ديال الطهي ديال هاد الوصفه، كيف ما سبق وذكرنا لكم بان الروز غيكون مبخر، غنديروه في الكسكاس اللي سبق لنا وضعنا فيه الماء غليان. انما ممكن اننا نستخدموا الكسكاس الكهربائي او المخرج اللي كيكون كهربائي. السيدات يعرفوا بانه كاين واحد الفارق زمني مهم بين الروز اللي غنسلقوه ونبخروه، فبالنسبه للسليق راه تيوجد في 20 دقيقه، 20 دقيقه تنقدروا نسلقوا الروز لوري كلاسي، بينما لكن مبخر تيطلب وقت اكثر باش يديروا احتياط ديالهم وما يحطوش هو باقي قاصح، لانه الروز الا باقي قاصح ما طيبش، نعاود رديناه تيجي شويه تيتعطل تنقولوا تيكز. بالنسبه للاعراش غناخذوا الكسكاس ديالنا هنا بطبيعه الحال، ناخذوا الكسكاس ديال هنا وتنحاولوا نفرشوا فيه الاوراق تيكونوا لتحت، لانه حنا دابا من غيطلع لافابور او البخار من لتحت تيطلع التنسيمه ديال الكرافس. وحتى في حال الا بغينا نحيدوهم تيجينا ساهل، تنهزوا الروز وتيبقى لنا هنا. هنا اللي مهم عندنا هو الروز يكون منسم بالكرفس، لانه الذوق ديال الكرفس راه مهم جدا في الطبق، لانه حنا وهنا يكون مبخر. دابا تنشدوا الروز بطبيعه الحال، خذي شدي لي كسكاس افيك ونخويه بطبيعه الحال في الكسكاس الروز. كان كيف ما كتلاحظوا معنا مشاهدينا فواحد الرائحه طالعه لان التنسيمات المختلفه اللي في الروز. تمام، ملي غادي يطيب خصوصا غادي يكون شرب داك التنسيمات. تمام، تنحاولوا ناخذوا الروز ديالنا هكذا، تنحاولوا ما نضغطوش عليه بزاف باش ما يبقى دائما الفجوات فين تطلع لافابور تدوز. وثانيا تنديروا احتياط، لانه تنعرفوا الروز ملي تيطيب تضاعف الحجم ديالو، دونك نخليو ليه بحال قلنا الفراغ او الفضاء او الاسباس فين يزاد الحجم ديالو، تيكون في الروس ينتفخ تيقدر يزيد حتى ثلاثه المرات في الحجم ديالو. كنخليوه حتى كيطيب على خاطره عاد كنقدموه. مشاهدينا الكرام وبقى لنا الا نتوقفوا مع المقادير ولا نعود مع الوصفه المواليه فتابعوها معنا. لتحضير أرز منسم ومبخر غنحتاجو الكيلو من الروز من النوع الممتاز، بصلام شحراس، 6 الفصوص من الثوم، جوج معالق كبار من الطماطم المركزة، كرافس مفروم وأعراش، قصفور، مدنوس، ملح، إبزار، سكينجبير، جوج ضامات من بنة البقر والزعفران ملون. مشاهدينا الكرام رجعنا لكم مع الوصفة الثانية اللي غادي تكون وصفة مغربية، دجاجة طيبة على طيبة السمن، فغادي نتعرفوا حالا على مقادير هذه الوصفة. تمام، عندنا الطبق ديال اليوم اللي هو دجاج بالسمن، غنحتاجو الدجاج بطبيعة الحال، نحتاجو تقطع ديال الكبدة ديال الدجاج، عندنا زيت الزيتون، عندنا البصلة محكوكة، عندنا الزيتون أحمر، عندنا الحامض مرقد، فصوص ديال الثوم، قصبر والمعدنوس مدقوقين، ملون أصفر، الإبزار أبيض، عندنا اللب ديال الحامض مرقد بطبيعة الحال مدقوق، عندنا سكينجبير، عندنا السمن والثومة مدقوقة، وشويه ديال الملحه، ما نكثروش الملحه لانه عندنا السمن وعندنا الحامض مالحين. قبل غنصوبوا بعدا واحد باش نمرمروا الدجاج هو الاول. عندنا بطبيعه الحال الحامض، غنديروا الحامض عفوا غنديروا السمن هو الاول،
السمن تنعرفوا انه الدجاجه عندنا على ذوق السمن، خصنا نديروا السمن ويكون السمن شي جي جي بلدي. وعلى العموم مشاهدينا الكرام، فالسمن كما كتعرفوا هو خاصيه مغربيه كيدخل في جميع الوجبات او الوصفات اللي كتنتمي لتراثنا المغربي الاصيل، وهو اللي كيعطي واحد اللذه خاصه بالمطبخ المغربي. تمام، انا يمكن السمن واحد الخاصيه كما تنقولوا مغربيه غير الفاده. السمن الثومه عندنا الحامض اللي مرقد مطبوخ الداخل ديالو، بينما نخلي هذا عندنا المعدنوس مطقوق، الصبر مطقوق، وبطبيعه الحال عندنا شويه ديال الملحه. تنقولوا دائما من تيكون عندنا السمن وتيكون عندنا الحامض ما نكثروش الملحه، ما كديروش الملحه كثيره، شويه ديال الملحه فيهم. وعندنا سكين جبير غنديروا شويه هنا ونخليو شويه نصيب، وعندنا الحامض، عندنا الابزار بيض بطبيعه الحال. على اي بالنسبه لهذه الترقيده اللي كنديروا فيها كندهنوا بها الدجاجه ديالنا، شحال ما خلينا الدجاجه فيها شحال ما كتشرب داك ال تماما. تنقولوا دي ماريناد او ترقيدات اللي هما اللي ما كنديروش زيت زيتون، لا كنصبوا بها. تماما، يمكن يكون شويه حيت عندنا السمن وما نقدروش عندنا دهن. تناخذوا بطبيعه الحال الدجاجه وتنحاولوا ندهنوها مزيان بهذا الخليط اللي صوبنا اللي هو حتى كيف ما كتلاحظوا مشاهدنا الكرام، فاحنا كندهنوها من برا ومن الداخل حتى كتشرب مزيان هذاك التوابل، السمات كنخليوها ترتاح فيهم شويه عاد كنمروا للنصيب. اذا غادي نخليك تستمر سي هواري، غادي نتوقفوا لحظات ونرجعوا مع التتم. اذا رجعنا للمشاهدين الكرام بعد ما دهنا الدجاجه وخلينا ترتاح باش تشرب التنسيمات ياك سي هواري. الان مشاهدينا غادي نمروا للنصيب ديال الطنجره، فكنبداو بزيت الزيتون بطبيعه الحال اللي كتباشى بواحد الشكل رائع مع السمن، مع اللذه ديال السمن او البنه اللي كيخلي لنا السمن. تناخذوا الدجاجه بطبيعه الحال وتنديروها، تنزيدوا عليها النار باش نمرمروها مزيان بطبيعه الحال. قلنا السيدات داكشي اللي بقى لينا من السيدات، راه درنا شويه في الداخل ديالها بطبيعه الحال. عندنا بصله اللي محكوكه، هاد البصله محكوكه كيف ما كيلاحظوا معنا السيدات اننا درناها بكثره لانها هي اللي كتعطينا الضغميره. تمام، تعطينا الضغميره مزيان لهاد المرق. ها هي تيشوفوا السيدات، لانه من بعد هي تطلق شويه ديال الماء ولكن تيبقى ذاك الماء بحال شويه اونكتيو بحال تعسيله، وتتعطينا هذيك الضغميره. وعندنا الفصوص ديال الثوم هما. بالنسبه للضغميره فكتكون حتى بالكبده بطبيعه الحال. عندنا تقاطع ديال الكبده تنضيفوا منها كما قلنا، تعطي واحد اللذه مميزه للدجاج هذا التقاطع ديال الكبده ديالنا. وبزاف ديال الناس عزيز عليهم غير هذا التقاطع في المرقه، تيجي واحد اللذه بزاف الناس عزيز عليهم. لا سواء ديال كاين اللي تيبغى ديال الكبده، كاين اللي تيبغى ديال القنصه، كاين اللي تيبغى هذوك جنيحات الصوار، تيجوا مميزين في المرقه. اذا شنو التوابل اللي كنضيفوا؟ تمام، دابا غنضيف لنا ملون اصطناعي انه باش يعطينا شويه ديال اللون، وبطبيعه الحال نزيدوا واحد شويه ديال دابا النصيب ديال السكين جبير، بينما الملحه راه ما نزيدوهاش لانه عندنا هذا الشيء شويه فيه المواد المالحه بحال السمن والحامض. تماما، نديروا غير شويه بالنسبه للطنجره هذا شويه ديال السكين جبير وشويه ديال الابزار، تنديروا البيض باش ما تيجيش حتى نعرفوا داك الشيء. اذا الان هو موجود دابا جميع العناصر وضعناها والتوابل وضعناها في دابا نشحروها شويه على الجهه الاخرى، وبطبيعه الحال نقلبوها هكذا باش تاخذ شويه اللون ونردوها. تنشموا الريحه ديال السمن وديال العطريه عجيبه. على بطبيعه الحال زيت الزيتون، يمكن الناس اللي تيبغوا الاطباق اللي هي تتكون معطره مزيان ومن السما راه مهم. دابا غنرويو بطبيعه الحال، ما نرويوش بزاف لانه باغي الضغميره تكون شويه عقده. حتى الاخر بطبيعه الحال غنزيدوا الزيتون وغنزيدوا الحامض مصير عند التقديم. تمام، هذاك الشيء تيبقى تزين. غير تنعرفوا بانه نغطيو ونخليوه طيب غير على هدوء. قلينا دابا الحامض اللي هو غنخليوه نزينوا به، وقلينا الزيتون طبعا. نعم، واحد شويه ديال زيت الزيتون في الاخر باش يبقى الذوق ديالو. نعم، اذا ما بقى لنا الا نتسناو الدجاجه ديالنا الطيب باش كنقدموها بصحه وراحه. اعزائنا المشاهدين غادي نبقاو حالا مع المقادير ونرجعوا مع الوصفه المواليه، فتابعوها معنا. باش نحضروا طبق دجاج بسمن البلدي غنحتاجوا الدجاجه، جوج او ثلاثه البصلات محكوكين، سته الفصوص من الثوم، حامضه مرقده، قزبور، معدنوس، سمن، سكين جبير، ملحه، ابزار، زعفران ملون، كبده الدجاج، زيتون احمر وحامض مصير، وزيت الزيتون.
وصفتنا الأخيرة غتكون عبارة عن قريشلات بالزنجلان والنفا، غادي نتعرفوا حالا على المقادير. تماما، عندنا الطبق ديال القريشلات حلوة، القريشلات بطبيعة الحال اللي غنديرهم بالزنجلان والنافع وبطريقة عصرية شوية. بطبيعة الحال قبل ما نقولوا المقادير، أولا خصنا 500 غرام ديال الدقاق فورس، واحد ربعة ديال الأصفر ديال البيض، ربعة خنيشات ديال الخمارات ديال الحلوى، واحد 150 غرام ديال السكر سنيدة، قليل من الحليب أغبرة، وعندنا النافع، وعندنا الزنجلان، عندنا شوية ديال القشدة الطرية، وعندنا الحليب طبيعة الحال باش نعجنو، وعندنا شي واحد الصفر ديال البيض باش غندهنوهم من بعد طبيعة الحال، تناخدو الدقيق أو تندير نقولو لا ناخدو المواد اللي هي جافة، اللي عندنا الدقيق وعندنا حليب غبرة تقريبا الجهد ديال 4 المعالق ديال الحليب غبرة، وعندنا السكر سنيدة واحد 150 غرام ديال السكر سنيدة، عندنا خمارات ديال الحلوى قلنا 4 الخمارات، تنخلطوا هاد المواد مع شويه ديال الملحه، ماشي بزاف، قليل، واحد القبيصه ديال الملحه ماشي بزاف. هنا اللمسه العصريه هي كنستخدموا مع هاد القريشلات القشده الطريه اللي كتعطيهم واحد الهشاشه وواحد اللذه، كنتمنى انكم تجربوهم في المنازل ديالكم. دابا خلطنا المواد اللي هي جافه، بطبيعه الحال غنضيفوا ليها القشده الطريه. وبطبيعة الحال عندنا المواد اللي قلنا هي الزنجلان والنافع، نديرو الزنجلان ونخليوه شويه باش نزينو الزنجلان، راه بطبيعة الحال السيدات تعرفوا تخصهم ينقيه وخصهم يشمشوه باش ما يحيد منه الا كان فيه شي هذا، وكيتحمر بطبيعة الحال. وعندنا النافع، لانه النافع هو اللي تعطي ذاك الذوق اللي مهم ديال القراشل تماما. وبطبيعة الحال غنضيفوا دابا اصفر ديال البيض، أربعة قلنا ديال الأصفر ديال البيض، وكيبقى لنا الحليب باش نخلطوا الحليب. حنا غنخلطوا عيننا ميزاننا، من تنخلطوا الحليب تنشوفوا شحال خاصو يبقى، ما يكونش جاري بزاف وما يكونش قاسح بزاف. وبطبيعة الحال تنقولوا دائما العجينة راه خاصها تعجن تدلعك مزيان جيدا، تدعيك، لأنه خاصها تدعك، لأن دائما كل ما دعكنا مزيان هاد القريشلات كل ما عطاونا داك الهشاشة فيهم، فغادي نخليك تعجن هاد العجينة سهوارين. توقفوا لي لحظات ونرجعوا مع تتيما. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، كيف ما كتلاحظوا معنا، فمن بعد ما تعجنت العجين حضرنا منها كويرات على هذا الشكل هذا، كيف ما كيتلاحظوا معنا ففيهم الزنجلان وحتى النافع، وقبل ما كنخليوهم يخمروا لابد ما اننا كندهنوهم. يا كتيوالي دابا بطبيعه الحال تيسوا السيدات، شكلنا الخبزات ديال القريشلات ها هما مخلطين فيهم كاع داك القوام اللي شافوا السيدات معنا، تنشكلهم بطبيعه الحال على هذا الشكل، وتنحاولوا ندهنوهم على هذا الشكل بصفر البيض. وراه الحلويات المغربيه ولا هذا راه انواع كثيره، تنحاولوا نديروهم هكذا، راه دابا فيهم الداخل النافع وفيهم الزنجلان وفيهم تيقوا بيا مشاهدينا الكرام، فالاكيد ما كيخفوش عليكم هاد القريشلات، ولكن بهذه الطريقه العصريه وبهذه اللمسه الاضافيه كتعطيهم واحد اللذه رائعه، كنتمنى انكم تحضروهم في المنازل ديالكم. اذا احنا كيف ما كتلاحظوا معنا لابد ما نخدموا العجين مزيان باش كيعطينا باش كيجيونا داك القريشلات هشاش تمام. ممكن اننا نتناولوهم في الوجبات ديال الفطور وحتى في الكوتي، ممكن ان حتى الوليدات ديالنا يديوهم معاهم في كوتي المدرسه، فهما كيجيو ولاد بزاف. تمام، درنا لا دوري دابا، درنا لا دورير عليهم مزيان، تيشوفوا السيدات هكذا، وغنبداو بطبيعه الحال ترشوهم قليل من الزنجلان، بعد تنشوفوا نفخوا بانه غندخلوا عاد ندخلوا من الفران، تيطيبوا بحال ديال الخبز او ديال الحلوى. نعم، اذا غادي نخليك تستمر في هذه العمليه السهواري. مشاهدينا الكرام، ما بقى لنا الا ننتقلوا للمقادير، ومن بعد ذلك غادي ننتقلوا للاشكال النهائيه المأدوبات اليوم، فترقبوها معنا. لتحضير قراشل على الطريقه التقليديه المعاصره، انا غنحتاجوا 500 غرام من دقيق الفورس مغربل، 4 البيضات، حليب للخلط، 4 المعالق كبار من حليب غبره، 40 سنتيليتر من القشده الطريه، 4 الخنيشات من خميره الحلوانيه، 150 غرام من السكر سنيده، زنجلان ونافع منقي ومحمر، اصفر بيض للدهن، وزنجلان للتزيين.
مشاهدينا الكرام، بالنسبة للأشكال النهائية المأدوبة اليوم كنقدموهم لكم بصحة وراحة. كنتمنى أن جميع الوصفات اللي اقترحنا عليكم في هذه الحلقة تكون راقتكم ونالت استحسانكم، وكنعاود نقول لكم بصحة وراحة مرة أخرى. تماما أختي دليلة، تبعونا سيادة المراحل ديال هذه المأدوبة اللي كانت غنية ولا سيما بالأطباق المغربية اللذيذة. درنا الطبق ديال الكفتة اللي عمرناها بطاطا، ديك لابوم نوفيل بطبيعة الحال تتعطي الناس اللي تيبغيو عاد يخضروا، راه تتكون في الداخل ديالها بطبيعة الحال الكفتة عطرناها مزيان طيبناها. شافوا السيدات كيفاش طيبناها بصلصه ديال الطماطم اللي درناها بحال عقده بحال تكتوكه، ما كانش انصوص طوماط ولكن كانت مغربيه محضوره. بطبيعه الحال زيناها بنوع ديال الفلافل والحمراء والصفراء وعندها واحد المنظر مميز وميزانيه لذه عجيبه. درنا الطبق ديال الدجاج اللي هو بالسمن او اللي هو الناس اللي تيذوقوا الدجاج بالطريقه المغربيه مع ديك الدغميره ديال الكبده ديال الدجاج. وشوفوا السيدات ديك الدغميره، وبطبيعه الحال الناس اللي تيذوقوا المطبخ المغربي راه تيعرفوا السمن واحد الخاصيه مغربيه لذيذه جدا وطبق مميز. درنا الطبق ديال الروز اللي مبخر بالاعشاب، الاعشاب كثار ولكن لا سيما كثرنا فيه بزاف ديال الكرافس. تيعرفوا الناس بانه تنقولوا دائما بان الروز شويه راه ما عندوش واحد الذوق، ولكن شويه الذوق ديالو فاد، فاحنا كنسموه بالاعشاب مواد كتكون عندها لوغو غولفي كما كنقولوا. تماما، عنده واحد الذوق المميز وبطبيعه الحال الناس يحاولوا يغيروا فيه. درنا الطبق ديال القريشلات او القراش المغربيه، هذا اللي مميز جدا في المطبخ المغربي او لا سيما في الحلويات ولا الخبز المغربي مرشوش بالجنجلان، ولا الناس اللي تيبغوا الفطور او الهويات يحاولوا يصوبوا في الدار راه سهل كيجيو لذاذ بزاف وسهلين في التحضير ديالهم. اذا كنشكرك سي هواري على تطبيق هذه الوصفات وكنضرب لك موعد الحلقه المقبله ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، كنتمنى ان جميع الوصفات اللي قدمنا لكم تكون راقت استحسانكم، وكنتمنى انكم تكونوا موعدنا الأسبوع المقبل. لكم مني ومن الطاقم بأكمل وأشمل وأعطر التحايا، وإلى اللقاء.